to the circus, moving with a purpose, never going back, 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 shooting up the same. من وانا صغير وانا قاعد اغني، كنت اغني بغرفتي بالفرشة حقتي، وكنت اغني كريستينا اغيليرا. اسمي ريتانا طربزوني، انا من السعودية، عايشة هنا في لوس انجلوس، كاتبة ومغنية في مجال الموسيقى. That's it. Sweet. سواقة المرأة قضية انا اؤمن بها، ومرة كنت فخورة في بنات بلدي لانه اجتمعوا مع بعض في طريقة منظمة عشان يبدأوا حوار عن قضية يؤمنوا فيها، وأنا كمان كنت أؤمن فيها وأنا مغنية، فقلت لنفسي أبغى أشارك في الموضوع فغنيت. اخترت أغنية لورد اسمها تيم. كلمات الأغنية تقول We live in cities you'll never see on screens. إحنا نعيش في مدن ما تشوفوها على التلفاز. سمعت هذه الكلمات صراحة وحسيت يعني قلت لنفسي هذه احنا السعودية، this is us. احنا في السعودية نعيش في مكان العالم يعرف عنه بس شيء بسيط. لما اقابل ناس هنا يكون عندهم ردة فعل انه اوه انت سعودية، انت كذا شكلك سعودية. عندي انا الفرصة انه اوري العالم انه السعودية مو شيء ابيض واسود، في فوارق صغيرة، في ديتيل صغيرة، وانا كمغنية اقدر اكون هذه الفوارق. أكيد في قيود بالسعودية، أكيد وحسيت فيها، بس ما حسيت إنه أنا مقيدة عشانهم. أهم شيء عندي والشيء اللي يلهمني كفنانة إنه كل امرأة مهما كانت، يعني مهما كان بلدها، إنه هي يكون عندها القرار إنها تقرر مصيرها. خوفي الوحيد هو انه يجي اليوم انه انا اخلي اي احد او اي بلد او اي قرار يغصبني انه انا افكر في طريقه معينه، او يغصبني انه انا اتعامل في طريقه معينه. هذا الخوف الوحيد، بس انا اؤمن بانه الواحد لما يقرر داخل نفسه انه هو يقدر يسوي شيء، ولما يقرر استقلاله، ولما يقرر انه يبغى يعيش حياته بطريقه معينه، ما في ولا احد في العالم، ما في ولا بلد في العالم يقدر يقول لك او يقدر يعني يوقف قدامك.